نبي سليمان مركو شيغان إياه سنع وحياء اللسيي وحليا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء سقوح شيغان يحليا أيها الناس ددو علمنا منطق الطير وحنا لبري أفشن برات وأوتينا من كل شيء وحوال بنا وحوانا لقسيه وتلمامي وحوه الرئيسي استيبي لين أفشن براد لبري أقونت قيمها إلى ذي سقوة المامية نبي سليمان شمبرت أفكا يكون هذا يسيبو قرنكر يا رب بري وحا قرآن كو ينوت المامية الدولة دمدى سليمان والدولة دمدى حوغان هيدا قونت يدين كم دا هيد بشر كدائين لا نغم كرتمر كأنه لها يرير شمبرتو كم تاي وحا قال قرآن كو رميان لا نغمي قرآن شو ربي وحو ليه وحو مغلي قرآن شاله يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها بيلهي وحو مغلي قرآن شو قرآن شاله واحد وانا دم جروب كونه وما مله دي وليه هيا ما متكمد إلى ذهي قرآن يوي نبي سليمان يعيد مجلس يقوان دين دريمي ني ييد مرنه قريه مقلع ما يشعر واحد كم مغطى إنه أف قرآن كذا فهم كري وهي إلهي وحليه فتبسم ضاحكا من قولها وادو العد يوام صوضا يسيقو قسل يوار كيدا كم صوضا يا مسيح كو قسل وحا قصة النبي سليمان كمدة ورب سبحانه وتعالى وكور رمي نبي سليمان وأبا هذي عرشي بلقيس إن لصوق هذا دبتنا كو حرتي سيشوكتا اي اسهيسو عفريت من الجن اولي يهي انتاند ميشكك عن ساعاتك شقد انتاد كتشر طبعا كينا يا عرشيغا ربي سبحانه وتعالى عفريت كا جن كا متك حوق ودن بالغا ورابي كاسي وحولي يهي ويركينغا ورسك ساعاتها شقد قدوه ودن انتاد شقد كتشر طبعا ياند كاك عن حفيس كا قبان كينا يا لكن الهي وحولي وقال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك كي علمك كتابك اللسيي أي وحيد أن أقوحاً كينا يا البرقسين لك كو كان لمشيقين مجنبا مإنسبا مملك با ونعمة وحلقت الماما السفاء شيقستي هذا الكفل أنت إساك شيقستيس وحلو وصفين ويهي الذي عنده علم من الكتاب أقويهن بالغة المامة وأقويهن كتاب كي قال نيبا وحو يري أقويهن كنينو ملقين وشين يهي نعيد كلي يهي لهي كما ورمين لكن وحلين وصفين وأقونا هاي وحن وحكو كيني أقونتا وقتك تاقنيد النبي سليمان يعيد مدسنا لسي وأقونا ما أنت دوني دولين وأيو سرير بغرتويو إن صبا أو يمن كتالا لغا قادو أو لغيو فلسطين أو نبي سليمان دقنا أو لغو غيو البرقسي أقول تبين آدم كي مكوط من بي أود دا أونلي ملا هدي الله دير لها أسا سيجنال ولا دي إني كمبيوتر دي تليفون دي وحن كور رمي جرتي يعني أسا سيجنال هدي إنت عرشك الله طلاليو سيجنال لغا ديقو لسندقرايو دبتنا within milliseconds دنكا كلا receiver كو قبطه دبتنا دبلو أمام دول شاعيو that's the only technology ما أنت مرا صورت قال حان لها إن أي سمين كرتو لكن ربي روحه المامة يا سبحانه وتعالى قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك وحن كينية إذن ما شاء وحلت المامة وقت يكون كان يا علمي نوها وبين لا ينو مشيكين لكن واحد لا ينو شيغا واحد واحد كدنبيا انه يهي مخاي اقون صدى النبي سليمان واحد كلو كم موقته هذين له اقون تقنيه واحد كم موقته فرسمه تكنولوجي وهي قبدي مركي سو اسلامتي نبي سليمان وحو يكو حديثي وحي امرين ان لا سميهو صرح ممرض من قوارير بسم الله السمائي قرارات بالله ساري
waxay odhan doonaan biyaha hoosta laga mariyey qaabay dhalada tani u samaysanayd aanad dhalinimadeeda arkaynin ee biyaha qudhi kuu muuqanaya. Dabeetana qofka dul maraya, qofka markuu meesha soo bilaabo wuxuu odhanaya biyaad maraysaa idii ka faydo ilaa biyo arkaaye, dhaladu waa transparent aan muuqanayn. Marka biyaha markuu is idhaahdo dhex mar, qofku wuu faydanayaa. Boqoraddii waxaa la yidhi qiila laha idkhuli sarx, naa halkan mar baa lagu yidhi. Falammaa ra'atu xasibatu lujja wa kashafat can saaqayha, baa ilaahay yidhi. Markii ay meesha soo martay waxay u malaysay meel qodan oo dee biyo ku jiraan, dabeetana dhudhumaday faydatay. Qaala innahu sarxun mumarrad min qawaariir, waxaa lagu yidhi waa dhismo mumarrad ah. Mumaradku yacni waxa weeyaan amrad laga dhigay, sisib ah, very smooth ah, corrigation aan lahayn. Qoladii farsamadu bahash yarayd ay saari jireen marka la saaro wax hawii waa dhisma aanu ka muuqanayn siman. Oo min qawaariira ka samaysan baa la yidhi, quraarada ka samaysan. Idan waa technology muujinaya biyihii inaanad garan karin meeshu inay biyaha rasmiya yihiin iyo inay dhala tahay aanad garan karaynin. Qur-aanku wuxuu inoo tilmaamayaa nebi Daawuud kow aayaad waaqin xagga hore ku soo maray in cilmi la siiyo. Walaqad aataynaa daawuuda wa sulaymaana cilma, taqniyada marka laga warramayo qur-aanku wuxuu ka warramaya maxay? Wa aalannaa lahu alxadiid an icmal saabiqaatin waqaddir fi sardi wacmaluu saalixa inii bima tacmaluuna basiir. Wa aalannaa lahu alxadiid, waxaanu u jilcinnay baa ilaahay yidhi xadiidka ironka. Dabeetana waxaa lagu yidhi an icmal saabiqaatin waqaddir fi sard, waxaad samaysaa duruucin saabiqaat, qalabkan lagu dagaal galo ee seefta iyo waxa kan celinaya. Waqaddir fi sard xalaqeedana waxay yidhahdeen nebi Daawuud farsamadii ugu horreysay beegrigii hore waxaa la qaadan jiray bir isku taxan, laakiin birta in laga dhigo xalaqaad yaryar, seerka lis yar oo laysa sursuro oo silsilada yaryar laga dhigo, silsilada aan warankiiyo seeftu toona geli karin laakiin jidhkao dhanna lagu qarin karo, silsilada inay noqotaa waxay samaynaysaa flexibility, jidhku wuxuu helayaa inuu ila wuxuu waa silsilada way kala dhaqaaqaysaa inuu dhaqdhaqaaqo oo uu qofkii dagaalkii si fiican ugu geli karo. Waxay kaloo samaynaysaa inaanu soo gelinna maxay bahalkii, waxay kaloo samaynaysaa inay fududaato oo birtoo dhame hadday malaasanaan lahayd dee meelahan daldaloo dhan wasni baa hadhay, miisaankii badh baa lumaya. Idan waa technology cusub oo technology-gii markaa yaalay ka gedisan, oo hadday tahay fudayd, hadday tahay costkoo ka yaraanaya kii hore, qiimahoo yaraanaya, hadday tahay flexibility-geeda iyo siduu qofku u dhaqdhaqaaqi karayo tiro badanaysa, farsamo cusub buu sameeyey. Sideedabana adduunkan aan maanta aragtaan wuxuu horumaro qura markii la gartay xadiidka qaabka loola dhaqmo. Technology-gan cusub aa arkaysaan dhammaantii wuxuu horumaray markii la bartay xadiidka iyo sida loola dhaqmo. Birta in la tumi karo aanay jabinna 19th century-gii bay dunidu bilowday production-keeda tirada badan leh. Birta in la adkayn karo ama steel laga dhigi karo ama noocan kale laga dhigi karo ama maadooyinka kale lagu qasay iyo noociyaadkeeda, industry-ga dunidu markuu bilaabay inuu birtaasi samayn karo, qaybii ugu horreeyay ee taariikhda sayniska taariikhdiisa haddaad dib ugu noqoto, Ingiriiska markii ugu horreysay birahan yar uu sameynayay suulishku ka soo qaateen, tijaabo yaroo aad u liidatay ahaayeen, laakiin tijaabooyinkaasi waqtigay guusha gaadheen baa industry-ga weyni bilaabmay. Waayo industry-gu dhammaantii hadday hubtay hadday wax kala tay everything bir buu ku xidhan yahay. Birta in lala tacaamuli karaa waxay sheegaysaa inay tahay technology-ga asalka uu ka intilaaqo. Ilaahay subxaanahu wa tacaala nebi Suleymaan wuxuu tilmaamayaa waalannaa lahu nebi Daawuud waalannaa lahu alxadiid. Nebi Suleymaanna ilaahay wuxuu leeyahy wa asalnaa lahu cayn alqitr, waxaanu u dhalaalinay baa la yidhi cayn alqitri nuxaasta. ويعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. بل القرآن كوحت المامية لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. إلهي وحي إسراعي
rususha la soo diray ee kitaabka iyo miisaanka iyo cadaaladda lagu soo diray iyo xadiidka in Ilaahay soo dejiyey baa Ilaahay soo raaciyey. La tilmaamaya inay nolosha labada tan ay ku salaysantahay.